بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء، تطبيق قانون أوم على دائرة تيار متردد تحوي مقاومة صرفة. بعض الأجهزة الكهربائية التي نستخدمها في حياتنا اليومية تعمل بمصدر تيار متردد وتحوي مقاومات كهربائية يحدث فيها تحولات للطاقة. فكر، المقاومة الصرفة هي المقاومة التي تحول كل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية فقط، وليس لها تأثير ذاتي، أي أن L تساوي صفر، وتكون غالبا على هيئة ملف ملفوف لفا مزدوجا أو أسلاك. تكون المقاومة النوعية لمادتها كبيرة مثل التنجستين أو سبيكة النيكروم. عند تطبيق قانون أوم على دائرة تيار متردد تحوي مقاومة صرفة، هذه الدائرة تحوي على مقاومة صرفة وفولتميتر وأميتر ومصدر تيار متردد. من خلال التجربة نجد أن قراءة الفولتميتر وقراءة الأميتر تتغيران بكيفية واحدة، أي أن فرق الجهد وشدة التيار متفقان في الطور، أي يتحركان بنفس الكيفية. إذن فرق الجهد المتردد بين طرفي المقاومة الصرفة متفق في الطور مع شدة التيار الكهربائي. إذن I بتساوي I max sin omega t. I شدة التيار في أي لحظة، I max القيمة العظمى لشدة التيار، وكذلك ال V t، ال V في أي لحظة، V max sin omega t. يمكن إيجاد المقاومة الصرفة أو الأومية في أي لحظة من أي من العلاقات التالية: R حيث R هي المقاومة، V max تقسيم I max، أو V RMS على ال I RMS حيث ال RMS هي القيم الفعالة. قيمة المقاومة الصرفة لا تتغير بتغير نوع التيار المار، سواء أكان هذا التيار متردد أو تيار مستمر، وكذلك لا تتغير بتغير تردد التيار سواء كان منخفض التردد أو مرتفع. فعند رسم العلاقة بين المقاومة الصرفة وتردد التيار، نجد أن قيمة المقاومة لا تتغير بتغير التردد، وبالتالي المقاومة الصرفة تتوقف على 1 طول السلك، 2 مساحة مقطع السلك، 3 المقاومة النوعية لمادة السلك، أي أن R تحسب من العلاقة R رو المقاومة النوعية ضرب L الطول تقسيم A مساحة المقطع. وإلى درس آخر من نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.